الحقيقة مشاهدينا، يعني زي ما احنا متابعين دلوقتي، رغم ان افتتاح مهرجان العالمين في نسخته الثانية مر عليه عدة ايام، لكن هو في الحقيقة عامل ابهار كبير قوي. ده بسبب الجمال اللي هو ظهر بيه الافتتاح، اللي خلى الناس كلها تسأل بقى مين اللي عمله العمل ده، مين صناع هذا العمل، خصوصا انهم في الحقيقة مصريين بالكامل. يعني لما نشوف الصورة وتصميم الإضاءة المميز، بيبقى عندنا كده فخر بقدراتنا كمصريين على صناعة أحداث ترفيهية عالمية. في الحقيقة احنا لازم يكون معانا حد من هؤلاء المبدعين عشان نسأله عن الإبداع ده حصل ازاي. معانا عبر الهاتف دلوقتي مدير التصوير مازن المتجول، المشرف العام على التصوير وإضاءة حفل افتتاح مهرجان العالمين. يا مساء الفل عليك يا مازن. مساء الفل، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكم، واهلا وسهلا بكل المشاهدين. ومبسوط جدا والله ان الناس تعجبها المهرجان، وان حاسه السنه دي بفرق مختلف عن كل سنه. مازن، يعني احنا واحنا بنتفرج مش حاسين بالصعوبه، مش حاسين بقد ايه الموضوع كان اكيد فيه تحديات، فاحكي لنا كده. احكي لنا قد ايه هو كان صعب في الاول عشان يطلع لنا بالجمال ده كله. بصي، هو التشالنج في الاول طبعا ان دلوقتي بقى في العالم العربي دايما في فعاليات واحتفالات كبيره، وبقينا منافستنا دلوقتي مع منافسه شويه انترناشونال. فدايما بقى عندنا تارجت، وفي دايما يعني من الشركه المتحده، يعني كان لما جات لي المكالمه ان احنا عايزين نعمل، من محمد السعدي كان كلمني بخصوص المهرجان، ان ابقى مسؤول عن التصوير وكده بتكليف بالشركه المتحده. كان مطلوب ان احنا نعمل حاجه مبهره ما تشوفتش في مصر، وان احنا نابجريد عن السنه اللي فاتت، ونابجريد عن اي حاجه عملناها قبل كده. والحقيقه كامكانيات كشركات حتى، يعني انا جزء صغير جدا جدا طبعا من شركات كتير جدا ومنظومه كبيره جدا، كم شركات شغاله على الـ على الـ على الـ على المهرجان لا تتخيليها. ف اللي انتم شايفينه ده ناتج من تعب والله العظيم، ايام قعدنا يعني بايتين هناك بقالنا اسبوعين بكل يوم روبوت وبي لايت. طبعا معانا شركه هايلايت بتاعت اللي متوليه الاضاءه والشاشات، والعاملين مجهود جبار طبعا، وليهم دور في التصميم بتاع المسرح والشاشات وكده. فلا، مجهود صعب جدا، وامكانيات بجد على مستوى انترناشونال، وان احنا نعرف نوظفها بشكل، لان دايما كان عندنا امكانيات بس ما بتتوظفش كويس. فالمره دي الحمد لله قدرنا نوصل بنظام ومذاكره شويه مين هيعمل ايه والاوبننج هيبقى عامل ازاي. يعني الموضوع كان منظم وكان ماشي الحمد لله ظريف. يعني قد ايه جميل ان الشركه المتحده دايما بتدي الشغلانه لاصحابها، او العيش خبازه زي ما بيقولوا، ان كل شركه متميزه في حاجه معينه هي دي اللي بتقوم بالعمل ده. انت كنت مشرف عام على التصوير والاضاءه يا مازن، قد ايه صعب انك تعمل سينك لكل ده مع بعض؟ طبعا طبعا طبعا، لان احنا عندنا كان في كذا حته بتتعمل في كذا حته، وبنصور الفعاليات في كذا حته، وهينزل ان شاء الله بكره او بعده كده هينزل حاجه شورت موفي كده عن اللي حصل كله بالتصوير، بالبيهايند ذا سين، بالامكانيات اللي حصلت ازاي، بالتصوير حصل ازاي. هينزل دامو عن اللي حصل كله ان شاء الله بكره، يا رب يعجب الناس. يعني ان شاء الله مصورين اعلان حتى لمدينه العالمين، مبينين الفعاليات اللي كان بيحصل فيها كلها بصراحه، حتى بامكانيات حديثه جدا جدا. طيب مازن، للناس اللي راحت السنه اللي فاتت ولسه ما راحتش السنه دي، تقدر تقول لهم ايه المختلف؟ لا، السنه دي حتى يعني مبدئيا على مستوى النجوم اللي جايين، في مفاجات كتيره جدا، واسماء يعني توب في مصر وفي الوطن العربي كله يعني. وحفلات من جميع الانواع، يعني في للصغيرين وللكبار، واللي بيحبوا سلطنه واللي بيحبوا مزيكا جديده تعب، يعني في كل الاذواق وكل الاشكال موجوده. وشكلا كمان الموضوع مبهر ومتنظم كويس جدا، والمكان اللي معمول فيه العالمين المهرجان بالباركنج، بالتنظيم، بالدخول، بصراحه الموضوع مبهر بصراحه. يعني انا امبارح كان معانا يمكن احمد عصام في مكالمه مداخله هاتفيه، اتكلم قد ايه كل حاجه كانت في مكانها، واتكلم انه اللي جاي كمان مفاجات كبيره، حفله تامر وحفله عمرو دياب طبعا، تامر وويدز وكاظم الساهر، لا في حاجات كتير جدا جدا، وكل واحده الحقيقه حفله احلى من اللي قبلها، وجمهورها مختلف. يعني ميزه الموضوع اللي انا شايفه برضه ان هو لامم جميع الفئات العمريه
من الناس. يعني هو ايفنت لكل الشعب المصري يقدر يروح يتبسط فيه واعتقد كمان ان هو مش بتكلفه عاليه. يعني هي ميزته ان هو معمول في متناول كل الشعب، ان هو يقدر يتفرج على حفله حلوه معموله بامكانيات حلوه مبهره ويستمتع بمطربين جامدين جدا صعب ان هو يشوفها في اي حته. يعني نشكرك مازن المتجول المشرف العام على تصوير وإضاءة حفل افتتاح مهرجان العالمين، ولسه أكيد مستنيين الفعاليات اللي جاية.